ان المتقدم سيف عادل عباس مهدي خريجي الاعداديه الفرع العلمي الاحيائي الحاصل على معدل 91.7 خريج ثانويه كويت بغداد المتميزين بعد ما اجتيازي كاف اختبارات البدنيه والصحيه اتيت الى الكليه العسكريه الاولى لاجراء المقابله واسال من الله التوفيق لي ولاخواني الطلبه لنكون ضباط في جيش العراق البطل. المتقدم عبد الله عبد الحسين جئت الى الكليه العسكريه لاحقق حلمي منذ طفولتي واصبح ضابطا في الجيش العراقي الباس البطل واكون احد طلاب الكليه العسكريه مصنع الابطال وان شاء الله ان نكون ضباطا في المستقبل اكفاء وقادرين على حمايه الوطن. المتقدم عبد العزيز عمار عبد العزيز الجمايلي من محافظه بغداد خريج السادس العلمي فرع الاحياء بمعدل 91 جئت الى الكليه العسكريه حلمي من طفولتي ان اصبح ضابط في الجيش العراقي الباسل من اجل حمايه ارض الوطن.